الرابور اللي معنا اليوم 10 راب لحقوا طريق دوز جيكستا راب بجميع الاصناف تاعه وتعرض للاعتقال في السجن لمده طويله وانا من المعجبين بالموسيقى تاعه. الا كان عندي ولدي غادي نقول ليه اسمع هذا الرابور الا بغيتي تكونسوم الموسيقى تاع الراب الموسيقى تاعه نقيل واحد الدرجه تقدر تسمع مع اختك امك اي واحد في العائله. عرفتي شكون معنا اليوم؟ معنا علي الصامت وفي هذه الحلقة غادي نعرفوا عليه كل شيء من الزيادة من كرش أمه إلى 2023. الصامدون معوي عليكم بزاف، بغيت كل شيء بباطاجي البلان ودير لايك الفيديو باش تشجعونا في هذا الكونسيبت ونكملوا فيه إن شاء الله، وكل شيء كومنتي تحت بالصامدون الصامدون الصامدون. ومرحبا بكم في قصة علي الصامت. يما ديالي معايا في الحرية ولا في الحبس، ليس هذا الوحيد اللي عمره بي أخوات، ليس هذا الوحيد بي اختي الوحيد، انا نفديك بدمي ربي في الصحة سيدة ماسيس راني كم بغيك بزاف ديما كاستي معايا حتى ربيت الكساف جال ما هم سيفة ولا قلدة احنا اللي كان دبحوا العشر وانت هم صحاب السردة كيفاش هم ضفير وانت فرش لك رحت السردة. عبد العالي القادري تزاد 28 جوان 1990 طنجة وبالضبط بحي بني مكادة، تولد عن عائلة ما عندهاش وما خصهاش، غادي كبر وسط الأحياء الشعبية وجميع الألعاب تاع الزنقة لعبها، حيت جا في واحد الوقيتة اللي ما كانش فيها التليفون عند كلشي، نهار وصل السن الدراسي غادي يجرب باه ويدي المدرسة الابتدائية، والهدف تاعه هو عبد العالي يقرا مزيان ونهار يكبر يصبح شي كادر صحيح في المجتمع، كان الحلم تاع الأب كبير ولكن سرعان ما بدا كيبانوا المشاكل عند الطفل الصغير، كان شقي في الطفولة تاعه وفي الأفعال تاعه كانت شقية أكثر من اللازم. رغم ذلك الوالدين عرفوا كيفاش يتعاملوا مع الوضع، دوز ابتدائي تاعه وهو يلتحق بالاعدادي في السن 12 سنه، وبدات سن المراهقه تاع الاعدادي كتدخل معاه وبدا كيغلط صوته، وهذا الشيء في بدايه الالفينات وبدايه الاجهزه الالكترونيه كتدخل المغرب وكتنتشر في العالم، وبالضبط في 2003 عبد العالي هو وصاحبه كانوا مريحين واحد النهار في الدرب وهما يشوفوا واحد الفيديو تاع واحد الرابور معروف في العالم اللي هو 50 سنت. هذا الرابور في عام 2003 كان بلبله بسطاح ودير البوس في امريكان. عبد العالي وصاحبه عجبهم الهيت وهم في سن صغيره وما زال اطفال، شافوا بان الهيب هوب قادر يحقق لهم الاحلام تاعهم وبداو كيحلموا هما بجوج ومريحين في راس الدرب. وصديق عبد العالي في ذاك الوقيته هو لوكو الغضب اللي مازال عشيرو الى يومنا هذا، وبالضبط في 2005 غادي يبدا الراب اي كي اي تاع تونامي، والبدايات كانت هي وعشيرو نيت لوكو الغضب، ومن بعد غايديروا جروب تاع الراب هو موش اصحاب، غادي يسميو الجروب درب الليل، بداو كيرابي وبداو كيخرجوا بعض التراكات حتى غادي 2007 فاش غيطلع تونامي وعشيرو لوكو الغضب الى السينما الطريق فاش غادي يكون عندهم اول كونسيرت تما. من بعد التشوكيز بقى عبد العالي هو وعشيرو عايشين الراب بجميع الطرق تاعو، بعد ما تعرفوا شويه في طنجه الحاجه اللي كانت عنده هي داك الشيء اللي كيبغي يغني عليه كيطبقه في الزنقه، الا غنى على القباحه كيمشي في دراسه في الزنقه بالعقليه تاعو، وهذا الشيء ولا غادي يخلي عبد العالي يمشي في واحد الطريق اللي ما مزياناش، وغادي ينقطع عن الدراسه في سنه 2008، غادي يخرج حاصل على نيفو باك، وفاش خرج من الليسي هو يجرب باه ويقول ليه دابا انت خرجتي من القرايه وانا ديما كنت باغيك نربيك احسن تربيه، فاش كنت عندك 13 عام دخلتك تلعب في الاكاديميه تاع اتحاد طنجه باش تكون رياضي كبير وتبعد من شي طريق للضر، وبالفعل عبد العالي القادري كيلعب في الكاديم تاع اتحاد طنجه، وزاد قال لي ودخلتك حتى التريني كيك بوكسين وخرجتي منه، ودابا شي من القرايه ودابا غادي نقول لك منك الراس انت وهذا الحماق تاعك. عبد العالي عرف راسو بان في ديك الوقيته بان الاب تاعو هز الرايه البيضاء معاه وهو خاص يخرج للزنقه وبدا يرابي باش يبين الاب تاعو انه على حق، وفي 9 اكتوبر 2009 غادي يخرج تراك تاع ويلكم ان طنجه. هدفكم هو هدفنا، هدف واحد وزع علمنا، نعيشو سعاده ونعلو سلامنا للشباب في المكلمنا. يو طنجه عروسة الشمال في كان تراك كيمدح في المدينة تاعه، ونفس الشهر بالضبط في 23 اكتوبر غادي يحط بروجي تاع باش ما بغيتش. صوتي بقيت مصور ولا طولت تنوضع سوا راسكم منقبر الفلو ديالي فلو ديالي ومدحك كليكة ديالي ورق ديالي وعليهم ما تقدر عاملنا لكم من الشرطة حتى وبغيتو تفوتو نسيتو باللي يمكن معانا تموتو عنا في خاموس قتل لي منو تخافو اصدقو معانا تبلل من موراها التراك بثلاث ايام غادي يحط واحد البروجي اللي هو نود الروبلا. انا عارفه مين يخاف طيب اللي يسكور ريبريزنت الرفنسية تتدوك اللي عاملين الرفنسية اول سكور سريخ ترابينا معمر سبق خبار في اللي كيقول انا مكبر قوة انا
انا كنشوفك كان تونامي الراب تاعه اولد سكول والقباحة خارجة من فمه وهو مازال شاب 19 عام من عمره كان عاش الراب والهيت تاعه كان ديما كيقول على راسو انه غانغستا وهذا الشيء هو اللي غادي يخليه في 29 ديسمبر من عام 2009 غادي يحط تراك تاع غانغستا ومن مورا غايجي البروجي تاع ابو المشاكل طمامي وتبني ما كتماتي المان كيكس تو بلاك طب ديالي ما روح مغنى ابو المشاكل عطا اسطوره ماشي فن سكون التراك كان عبارة عن استعراض العضلات على الحومة تاعه وصحابه وكيف تاخر بيه وكيفاش قادر يدوس اي واحد وقف ليه في الطريق في 2010 غايجي التراك اللي كان كلاش روفيكس من هالتراك خرجوا بزاف تاع الاشاعات كتقول بان تشونامي والجروب تاعه اللي سميتو درب الليل كيتشارجوا في المخدرات وكيمولوا الموسيقى تاعه عن طريق التجارة في المخدرات والموسيقى تاعه درك كيخربقوا فيها وداك الشيء اللي كيقولوا كله كذوب وهذا الشيء جا من بعد ما بدات كتكبر المجموعة تاعه وزاد عليهم حتى مؤمن من بيت غيضطر تشونامي والجروب تاعه باش يديروا انترفيو فيديو يشرحوا فيه التوجه تاعه وكيفاش كيفكر السلام عليكم السلام هاي تشونامي ما كرهناكش تقول شي كلمه بوبليكو ديالك وما كرهناش في نفس الوقت تحكي لنا على ملخص العام ديال الاشغال ديالك والعمل ديالك نيشان المهم السلام عليكم معكم تونامي اي كي اي ساميت المهم نعرف راسي بنادم اللي ما كيعرفناش ايه ولا المهم عاد تعرف علينا تونامي اي كي اي الاولى اي كي اي ساميت فهمتي كيفاش جروب ديالي درب الليل ماي سيتي طنجان ولا طنجان ديما كدا سيتي خاوة لوكو اي كي اي الغادر لا ما نعرفو مؤمن امسي في درب الليل تعرفين دوك بين تعرفين اخي بالنسبة للخدمة اللي مزة الخدمة اللي مزة الخاوة كاينة ألبوم إن شاء الله جروب إن شاء الله ستوديو كيوجد كاينة شي حاجة خدمة سولو كاينة كليب كاينة جوج كليبات ياك اخي زوين كاينة صح كاينة كليب درب الليل بحال والو درب الليل نتوما كتعرفوهم إمسي بإمسي وكاينة كليب درب الليل مؤمن فهمتي كاين شي خدمة داير كليك مع الدراري دوكين مجهول المهم الدراري كاملين كاين شي حاجة مزة بالنسبة للسنجيلات اللي طلقنا هاد اليومين الدراري طلقو طلقت باقي غانغستر واخا شي بريكي ايه شي بريكي يعني. طلقت باقي غانغستر وابا تالفين اللي درت عليهم للراب كانت واحد غايبة مشاكل شخصية ماشي شي حاجة عادية كاينة شي اشاعات غرابين يعني بحال اللي قلت في الديسكو حكومة تابعة فينا زيد بنادم ما بغا يحش كيتوقعوا لينا الاشاعات ويصنعوا بينا الافلام وهاد بالابرا يعني تقدر تشرحها كيف ما شرحتي انت هنا ولا بوبليكو كامل كنضرب صفة عامة المهم كنقول الدراري بلي حنايا باقي كاينين باقي الخدمة ديالنا وستيل ديالنا سني العقلية نقدر نقول لك تبدلت شي حاجة يعني رجعنا كنشوفو بعيد بوبليكو كثر الحمد لله نادم داك يسمعنا بزاف فهمتي كاين مواضيع كاين كدا نقول يعني بدلنا الراب مبقاش غير هواية اصلا عمرو كان عندنا حنا بالنسبة لنا الرأي ديالي شخصي والرأي ديال الدراري عمرو كان هواية انا بديت خدمة الراب يعني عندي رسالة خصني نوصلها والراب ماشي موضة وماشي داخل وماشي غير مجرد هدرة اش كتفهم يعني الراب عنده هدف هدف يعني مجتمع اللي كنعيشو فيه كنعكسو داكشي اللي فيه وكنجيبوه لبنادم اللي ما عايش عايش طبقات فوق كاين بنادم ما كيشوفش شنو كاين كيشوفش الغبره كتسبع كيشوفش الضرب والجرح يوميا كريزه السرقه الرشوه بطالة الشباب كيفاش عايشين حنا الا هزينا متى يعني هو سكين موس فهمتي سيف شفرة مخدرات بيناهم في كليب ماشي يعني حنايا كان العياقة بحال اللي كيقولوا لا كنعكسوا بأن الشباب داكشي كاين داكشي كيعيشوا أي واحد أنا كنخرج من الدار كنجبر تجارة في مخدرات السرقة كريساز يعني داكشي كامل نادم عقلو تالف نادم كيجبلو الله ما يسبحش غدا مستقبل ما كاينش في هاد البلاد مستقبل ما كاينش إلا كان
بابك فلان، انا كنهضر صراحه ماشي نخبع، بابك فلان ورطسي خدمتي في الحرام، ما الدوله تعمل لك شي حاجه تسنى لا ضرب على راسك، وراسي فاهم راسو. المهم ننتقلوا من موضوع لموضوع، بالنسبه لإشاعات ولا شي فوتوس مصطنعين مخربقين، يعني هذيك اي واحد فنان كوايري رياضي كيعمل شعر كيمثل كيوصل كاينه ما تقنعش البوبليك كامل، ما يمكنش حيت اي واحد عنده جوج العقل، واحد يبغيك واحد ما يبغيكش، يعني هذاك اللي يبغيك هو معاك الدم يا خور، واخا هو كيسمع لك كيعرف اسمك كتكون سيبر يسمع لك ديسكو، المهم تينا جالو اللي في الدم كيحاول باش يتقرب لك، دونك يعني باش يتقرب لك يعني يعمل اي حاجه، فهمتي؟ بان عليك حاجه عاديه خرج اشاعات فمو اكثريه مراهقين، فهمتي؟ اخر حاجه تلقي الساعه اللي كنت والو وعمرو وقف معاك ولا شي لعبه ما كيعرفش الشخصيه ديالك كيفاش عامله. من بعد هذا الفيديو زاد كثرات الهضره عليهم، وفي اواخر 2010 غادي يحط تراك مجموعين كفيوتشرين بين مجموعه درب الليل، وخا كانت الامكانيات قليله كانوا قادرين يخدموا خدمه اللي تشرف المدينه وتجذب النيفو تاعها، كان ديما مقاتل التونامي وكيحاول يطلع النيفو. هضرت معك والله برا وليت زد معك ان شاء الله، قادعك في الرب والله برا دوس حسب الشهر، صومت باقي كانت باقي ساقه فوق الحشا، من اي واحد باغي يتحدى قول له بك نتعشى، فوق اي واحد زدت طنجه ولا تما، اسمك الدري القديمه ما طفاك اللي داخل. ومن بعد 23 ديسمبر 2011 غيجي التراك اللي غادي يكون سبب بين مناوشات بين الصامت وبعض اشخاص اخرين، وهذا التراك اللي هو عندك تغلط. من لي بارول تاع الديسك كيبين بانه عباره عن تهديد لبعض الاشخاص اللي باغين يوقفوا في طريقه او يوقفوا ليه في وجهه. وفي 2012 كان حفل عند الصامت في سينما الريف، وغادي يوقع عليه واحد الهجوم من بعد واحد الاشخاص اللي ساكن غير في دربهم، وكان في هذه الكارثه تضرب في يده ووقعت ليه سيكاتريس مازال الى يومنا هذا. سلام معارف، دوله المملكه المغربيه بلاد الامن والامان، فين هو الامن؟ باقي المرة الثانية، الإنذار الثاني، طالب الثاني، كنقول باقي ما وقع والو. شحال كاجت تضربت نهار 8 في شهر 2 2012، شوفوا شحال اليوم في شهر وباقي الأمر على هو الحال. موي البارع كانت عندي كونسرت سهرة في سينما الريف، منعوني باش نمشي، مشيت بواحد العمليه اللي هي كيبقى الاشغال ديالي، جيت دخلت بطريقه سريه للدار ديالنا البيس ديالنا والاهل ديالي في حاله مخلوعين كاملين بيهم، بقيت واحد المده هذا كنت نعس شويه، تهجموا عليا اشخاص اللي انا مسكي بيهم السلطات حتى الدار المنزل ديالي، فهمتيني؟ يعني العدد ديالهم ما يتجاوز 15-17-18 الناس كيهددوني في قلب البيس ديالي، وما كانوش الاخوان ديالي وبعض الاصدقاء ديالي اشتبكوا معاهم شفويا ومن بعد العنف يعني سطحي، وانا كناكل جنابي في هاد البلاصه ديالي ما كنقدرش نتنوض، والدوله كاينه كنعيطوا للامن ما كاينش، تقول لك يعني عمدا، وهاد الناس اللي تهجموا عليا كيقولوا باللي مخزن سيكتو، باللي الامن الوطني كيقول لهم عملوا شغلكم. شني هاد الشيء هذا؟ بغيت نفهم، وجات نداء لجميع السلطات اللي كاين في المغرب، انا مضروب محاوله قتل عام مستديمه، وباقي كيتهجموا عليا الدار، خلعوا لي الوالدين ديالي، عندي الاخوان ديالي مراتين، الاخ ديالي تعرض لاعتداء في قلب البيت ديالي، وري له يدك، فهمتيني؟ جيب ديك الكاميرا من هنا، دابا شنو معمول؟ شنو معمول دابا؟ واش كاين شي تحركات؟ واش كاين شي امر؟ هاد الناس هادو موجودين
خفف بنيمة كذا. من بعد هاد الكارثة غادي يرتاح شوية ومازال مضروب غادي خرجتي ترتاح بغاوني الموت. انا رجعت لي بغاوني الموت انا بالروح انا فوز لاكار يعني بكيتي قلبك مجروح تونامي شعب الابن باغي الشهرة فوق طاري بعدك لاب الانتن. كيحكي فيه انا غادر صحابه وكيحكي عندك الصحاب اللي كيقابلوك في وجهك بالضحكه وهما في ظهرك كيغدروا فيك. ومن بعد هاد التراك غيجي فيديو اخر توضيحي كيف استر فيه الصامير كيفاش احتاجوا عليه دوك الاشخاص اللي كان خارج من السينما الريف. كيجري السيف مسجين عنقي لقفته هيدا. تخيلوا معايا الوحشيه تضربتني يدي تقطعت لي العصبه العظام يعني انا ما كنتش عارف شني فيها. المهم الدم بقى كيطوش. عليكم السلام يا وليدي. ومن بعد هاد الفيديو زاد القضية تاعو تشهرات في المغرب ودوك اللي كانوا تعدوا عليه زاد الحقد تاعو فهاد الوقيته لان هذا بيناتهم مشاكل. غادي خرج واحد تيتر اللي كان تجاه الدولة اللي هو بيطالي انا ايطاليا واحد منكم جا الواقع من روحه ايطاليا الحق مواطي في حالي فعلكم انسان علاش حسبوني في شكل تحسبوني علاش. من بعد هاد التراك الصامت غيجي الوسط بين الدولة والأعضاء اللي ضده وكان كيتحارب معاهم في الزناق. في 2013 بالضبط الصامت غيطيح في الغلاء فاش غيطيح في اشتباك مع بعض الأفراد وغادي يتشد في الحبس من 2013 إلى 2015 وغادي يخرج في الصيف تاع سنة 2015. ما شاء الله ذيبة الصامت حرية الحق هو الله والباطل هو الدولة يا كرخا داو الزقة الصامدة هكي ما مشيتي خليتيه ها رضا. وفي الخروج تاعو من السجن غيتبدل العقليه تاعو 180 درجه من واحد كانت العقليه تاعو عنصريه وكيحرض عن الحرب الى شخص كيفكر غير بعقله وباغي يدير موسيقى نقيه وينقص من تخسار الهضره في التراكات. وفي 30 جوان 2015 غادي يبدل اي كي اي تاعو من تونامي الى عالي السامي وغادي يكون اول ليه تراك في الكارير تاعو جديده تحت اي كي اي السامي بعنوان فوضى. الرب ديالنا عمل الرينا ماشي بالتمثيل حنايا ديما الربونا طاجه يدفك ما كرهناش شي مادبي. تقصات على الصامت في هاد الديسك كان مغاير تماما لكاع داكشي اللي داز من قبل وهاد التراك ضرب لحد الان في يوتيوب اكثر من نص مليون مشاهد. ومن موراها في بدايه 2016 17 يناير غادي يحط الصامت تاعي تراك ليه في الكارير تاعو وهنا كنهضر على عالي الصامت ماشي تشونامي وهاد التراك اللي هو اديوس اميغو. عفيتك معنا بالرجوله خليك فيها تقرا ما تما والو الشرق اللي جابك يجي بعصره طبيعيه حتى انا الساقيه وانت عفره. وفي هذا البروجي كان ليريكس تاعه وما يحكي فيه على صحابه اللي ما وقفوش معاه نهار طاح في الحبس كيفاش كانوا كيضربوه في ظهره. وفي هذا التراك ضرب اكثر من 600,000 مشاهدة على يوتيوب. وفي 5 مارس 2016 غيجي تراك اوديو سميتو جنان الظلم. هيا وسيد دخل مرحبا بك عنا في الجحيم دخل بلا ما ترمش حيت انا ما كاين راحل افتح عينك مزيان وشوف الناس كيفاش عايشه. كيعني بها الحبس عباره عن جنان اللي فيه غير ناس مظلومه. من هذا 10 ثواني اللي سمعنا غادي يبان لينا بانه كيحكي فيه عن المعاناه اللي دوز في الحبس وهذه حاجه طبيعيه لاي مسجون. فهاد العواشه المباركه كنتمنى من قلبي الخالص الله يفاجي على كل مسجون ويعانق الحريه ان شاء الله. الحبس واحد الحاجه اللي خايبه ما تبغيهاش العدوك. وفي 1 جوان 2016 غيجي التراك تاع تواضع اللي كان فيت مع لوكو الغضب وهذا التراك كان كلاش اللي شايفين. ما بغيتو الراب انتوما بغيتو الحله حله انتوما شايفين انتوما خايفين انتوما داوي البلا شبسو طريقه مسرحه مع تلمس حدك صوتي حبلا نسيتو تبلا. ويا لاحظتو مزيان غادي يبان لكم ان التقصير تاع علي صامت كيجي فوق انستري اللي مطابق تماما الانستري اللي كيلعبو فوقو شايفين وكنقصر فوقو بنفس الريتم تاع التقصير تاع شايفين بحال اللي باغي يقول لهم راه كنا كنعرفو نديرو داكشي اللي كديرو نتوماي راه غير تواضعو معانا داكشي راه ماشي صعيب. وهذا الكلاش راه ضرب واحد الحصيصه تاع الفيوز تقريبا 960,000 مشاهد. وفي 7 يوليو 2016 غاجي التراك اللي كان فيه بزاف تاع الاحساس تاع تأنيب الضمير اللي هو العيد. يا العيد وانا بالحيوط سلامين يما صباح ماشي نورمال حيت بزز نشوف الظلمه بزز مني النوض واخا العيد انا غير كلمه. هاد التراك كيحكي فيه علي الصامت الاجواء تاع العيد في المؤسسات السجنيه. ومن مورا هاد التراك خدم علي الصامت بزاف تاع البروجيات اللي زادوا من الشعبيه تاعو في الراب المغربي بحال بعدو مني اللي كان فيت مع لوكو الغضب. باغي صداع معايا غير كلمه الموسيقى ديالك اليوم غادي تبرمي كيفاش كنبان لك ملي كتشوفني رابيرو معاك لوكو الغضب وعيط لي سامانيرو.
وهذا البروجي تحط 5 نوفمبر 2016 وكان هو بروميير اكستري من الاو بي تاع تفيد دو. وشاي تراك من الاو بي هو مشينا، وهذا التراك كان فيت مع مجموعه دي اي اللي هما لوكو الغضب والصالحق. كان ديسك اوديو كان تحط في شهر جوج من عام 2017. ومن بعد غيجي التراك اللي كيبين لينا بان طنجه قادره على اي بروجي كبير، لا في موسيقى لا في اي حاجه اخرى، وحتى في المانشي نوار. وسميتها التراك طنجه كولومبيا. هاد التيشر ضرب اكثر من 2 مليون تاع الفيوز. وفي 10 فبراير 2017 علي الصامد ومجموعه دي ايل كترأسوا لجنه التحكيم لواحد الكونكور اللي كان في دار الشباب تاع طنجه، وهذا الكونكور هو مسابقه تاع الراب. هاد اللعيبات مؤخرا في السنوات القليله الاخيره بداو كينقصوا بحال هاد التجمعات، وهادو اصلا ما خاصهمش ينقصوا. راه دار الشباب هي المتنفس الوحيد مجموعه من الطاقات الشبابيه. ومن مورا هاد المسابقه غيجي لادات تاع 1 افريل 2017 فاش غادي يحط علي الصامد تروازيم اكستري من الاو بي تاع تفيد الضو. عاوتاني معاك ملوك في الراب، واجدنا الحق عدويا مني هرب. هاد البروجي ملصق على يوتيوب حوالي 990 الف مشاهده. ومن بعد غادي يختم الاي بي تاعو بواحد التراك اللي هارب بزاف وكان مشارجي فيلينغ. انا شخصيا كنتمزق ليه بزاف حيت حقا المشاعر اللي في هاد البروجي توشي لداخل، وهاد التراك اللي هو ذكريات. ربيت بين يدي وفي قلبي كيف الطيور، كيفاش نساها ونساها سكنت في حياتي الماضيه كنشوف الماضي كيفاش كنت بيها مسحور. هاد التيتر واصل اكثر من 500,000 مشاهده على يوتيوب، هو حقا تحقيقا يستاهل اكثر من هاد المشاهدات. من بعد بزاف تاع الطريق اللي ضرب علي الصامد في الراب غادي يدير المعارف تاعو وغادي تولي سميتو معروفه في الدومين. واحد النهار غادي يكون مريح مع مسلم وغادي يقول ليه نسمعك واحد البروجي اللي غادي نحطو قريب ان شاء الله، عطيني الراي تاعك فيه وهذا البروجي اللي هو غارانتي. مسلم عجبو البلان وقرر باش يبان معالي في الكليب تاع هاد البروجي. وداك الشيء اللي وقع في 7 من شهر 7 من عام 2017 غادي يحط البروجي تاع غارانتي. ودابا هاد التيتر راه ملصق اكثر من 3 مليون تاع الفيوز على يوتيوب. من بعد الرابور تاعنا بدا كيطلع البار وبدا كيخدم مع الدراري ناضين في برود ميوزيك. وداك الشيء اللي غادي يوقع فاش غادي يحط جوج تاع بروجيات ناضين وهاربين في الموسيقى اللي هو غيزول. من الكليب تاع التراك علي الصامد طلع النيفو في الكليبات بزاف، ومن موراها غيجي التراك تاع جامي فاتيكي اللي كان فيوتشينغ مع انس. Jamais fatigué, jamais fatigué, c'est ça la guerre, mon gros, jamais fatigué. هذا البروجي ضرب لحد الان في يوتيوب اكثر من 2 مليون تاع الفيوز. واحد النهار ميسي كريزي كان باغي يطلع على طنجه باش يصور كليب لواحد البروجي تاعه وهو يصوني على الصامد. قال لي غادي نطلع على طنجه باغي نصور، وفاش طلع داز فيليك بيناتهم وقرروا باش يخدموا تراك بجوج. وداك الشيء اللي كان متوقع، جوج روابا من الراب المغربي وازنين في الساحه الفنيه تاع الهيب هوب غادي يعطيونا بروجي هارب اللي هو فيدي. بوف كتجيبها كنغيبو كنوليو بالتفاق، كنجيبو البروف عارفينها خاطر ما حكموها بالنفاق. هالتراك كانت حط فلاشين تاع ميستر كريزي وكان ضارب حصيصة تاع الفيوز، وزاد حسن العلاقة بين طنجة وكازا اللي كانت شاعلة من شحال هادي من ايامات البيف تاع مسلم والطونبي. ولكن هاد التراك غير تمحى من بعد، والسبب هو انه وقعوا مشاكل بين ميستر كريزي وعلي صامد ونات بيناتهم كلاشات، وهاد الكلاشات راه غنهضر عليهم حتى في هاد الفيديو. ما تشوفين راح مازال مكملين. وفي اشهر الاولى من عام 2018 كان واحد النهار علي الصامد مشى لواحد الدرب في طنجه، وداك الدرب اللي مشى ليه كانوا فيه واحد الاعداء ما كيحملوش، هما دوروا دوك ولاد داك الدرب وكانت تصورات هاد المضاربه وكيفاش حتى تعداو عليه. عند ابراهيم صامد كان وسط 20 واحد تحموا عليه وهو بوحده وسطهم. من بعد هاد الحقرة تعرض ليها جا البوليس وداو الحبس، واخا هو المعتدى عليه ولكن من بعد غادي يفرج الله وغادي يخرج من الحبس. ومن بعد خروج تاعو من السجن غادي يحط واحد تراك اللي كان عبارة عن غدر الزمان
وكيف حتى صحابه ما وقفوش معاه لهاد الدار وحتى واحد ما وقف جنبه وحتى نهار فاش دخل الحبس حتى واحد ما جا عنده. اتراك بحال كيحكي فيه بانه مجروح من الداخل تاعو وحتى واحد ما كيعاون. وهذا البروجي هذا البركه تاع الفيوز اللي هو الدمع البارد. طرات الدمع احسن في قلبي انواع الوان ما باغا تلمع شرف العمق سباب ناس ولا زمان يرسح. هاد التيتر ملصق اكثر من 8 مليون تاع الفيوز على يوتيوب ومن موراه غيجي التراك تاع خاب ظني. التراك تحف 13 يناير عام 2019 وراه ضارب اكثر من 13 مليون تاع الفيوز على يوتيوب. كان هاد خاب ظني كان هو برومين اكستري من الالبوم تاع كابيتانوس وهاد الالبوم راه فيه اكثر من 19 تراك. راه كاين في بلاتفورم ديجيتال سيو سمعوا لي راه فيه فيوتشرينغ نادين بحال فيت مع مسلم في التراك تاع نورت سايد. ومن بعد غادي لونسي ساميت واحد البلان سميتو هاشتاغ فريستايل. كانوا فيه 14 تراكات وكانوا عبارة عن كلاش لبعض روابا بحال التراك الاولاني كيفاش شارف ومن موراها لعفو ومن موراها ميستر فولا. التراك باين من متوجه وعلى من كيدق. هذا كان كلاش متوجه لميستر كريزي. هذا الكلاش راه ضارب لحد الان في يوتيوب اكثر من 3 مليون تاع الفيوز. وفي 17 ماي 2020 غادي يحط علي سامي التراك اللي كان مخدوم من شحال هذا وغدا الميكساج من جديد. وهاد التيتر عزيز عليا بزاف اللي هو سمايل. هاد التراك كان فيش مع سيبا وفي بداية 2021 غادي يخدم واحد التراك اللي كان اعتزاز وتقدير ام والاخت ديالو. وهاد التراك كان مصور الكليب في هولندا والكاليتي تاع الكليب هاربة بزاف اللي هو ماي سيستر. هاد البروجي عجبني بزاف حيت بصح الا ما وقفوش معاك والديك وخوتك راه ما كاينش اللي غادي يوقف معاك. وثق بيا راه ما كاين لا صحاب لا شريك لا والو غير الله وانت ووالديك هما اللي غادي يعاونوك. وهاد التراك راه ضرب حد الان مليون تاع الفيوز ومن وراها غادي يبقى خدام على الصامت وغادي يحط بزاف تاع البروجيات والفيوتشرينغ مع بعض الرواب عالميين وحتى مغاربه. وفي تاريخ 7 ماي 2022 غادي يحط بروجي تاع والله. هذا البروجي كان تراك من الالبوم تاع الماروكينو. كانت التقصير تاعو على فوق هاد الانستري احتراف وعجبني انا هاد التراك بزاف. والبرود اللي كنخدم ليه هاد البروجي هو فالونتينو. لحد الان ضارب هاد التراك في يوتيوب اكثر من 2 مليون تاع الفيوز. وفي 25 جوان 2022 غادي يلونسي على الساميت انترو تاع الالبوم الماروكينو. هاد الانترو غيعطينا لا دات اكزاكت وقتاش غيتلاح الالبوم. والتاريخ تاعو كان 29 في شهر 6 2022. البوم كانوا فيه بزاف تاع التراكات اللي ناضين بحال ميكورازون. في 23 سبتمبر 2022 غادي كليبي التراك تاع الماروكينو. هاد التراك بحال غادي يعطينا خلاصه تاع الالبوم كله. وانا كنقول لكم الصامدون سيو سمعوا الالبوم راه كاين في كاع لي بلاتفورم تاع الموسيقى. في اواخر سنه 2022 غادي يحط فيوتشينغ مع مورو تراك تاع فينال. ومن مورا هاد الفيوتشينغ البقيه راكم كلكم كتعرفوه. هاي الصامد واحد الرابور اللي كيعتز بالراب المغربي وكيطلع النيفو بالراب المغربي. انا شخصيا موسيقى تاعو كتعجبني بزاف وكنقدر نسمعها قدام امي اختي با صحابي العائله حيت الموسيقى تاعو نقيه وكيقدر يوصل الميساج بلا ما يخص الهضره وبلا ما يهبط النيفو. هاي الصامد من الرواب اللي كيستاهل التشجيع. ما بقى ليه والو على مليون ابوني. كلشي الدراري يمشي باطاجي لاشين تاعو وصلوا لي مليون ابوني. وانا باشكم تكتبوا لي في لي كومونتير شكون الرابو اللي بغيتو الفيديو الجاي. وحتى انا بغيت نوصلوا لاشين 10 اقرب وقت ممكن. وشكون بزاف لكاع الدراري غادي يديروا لايك للفيديو ويبارطاجيو البلان اي بلاصه ممكنه تاع الراب. وتهلاو الى الفيديو الجاي ان شاء الله.